السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الكرام، صباح الخير. احنا كنا اتكلمنا في مرة سابقة عن بداية الابروتش للفيرتايجو، واتكلمنا عن انه في بداية الابروتش للفيرتايجو في حاجتين مهمين لازم نبقى فاكرينهم. الحاجة الأولى الفيستيبلر كونكشنز، وهي الحاجة التانية الجيز كنترول. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الجيز كنترول بشكل مستفيض. النهاردة هنقول النقطة المهمة في الفيستيبلر كونكشن اللي هو الفيستيبلو أوكلر ريفلكس. الفيستيبلو أوكلر ريفلكس يعني بيبدأ في الفيستيبيول خلاص، وبينتهي عند الأوكلر، عند الأوكلر ماسلز. يبقى هو ريفلكس بيبدأ من الفيستيبلر كأفرنت، بروح للبرين ستيم نيوكلياي كسنتر، وبيبقى الايفرنت بتاعه عبارة عن النيرفز اوف اكسترا اوكلر ماسلز. زي ما احنا عارفين، احاول اكون مختصر بشكل كبير لان دي حاجات بيزك. زي ما احنا عارفين، احنا عندنا في الانر اير في 3 سيمي سيركلر كانالز، واحدة بوستيريور، واحدة انتيريور، واحدة هوريزونتال. كل واحدة من السيمي سيركلر كانالز ديت زي ما احنا شايفين، انا حبيت ان الموضوع يبقى في صور عشان ما ناخدش وقت. زي ما احنا شايفين بيبقى في منطقة متسعة في السيمي سيركلر كانال دي بنسميها الامبولا. الامبولا دي كل زي ما احنا عارفين طبعا، كل السيمي سيركلر كانال جواها حاجه اسمها الاندولينف، في يعني في فلويد ماشي جوه السيمي سيركلر كانال دي اسمه الاندولينف. الجزء المتسع من السيمي سيركلر كانال اللي هو اسمه الامبولا. الامبولا ده بيتكون جواه من حاجه اسمها الكوبيولا خلاص، وتحت الكوبيولا دي في سيلز. السيلز دي بنسميها الكريستي او الكريستي كريستا امبيولاريز. جوه الامبولا ديت في حاجه اسمها الهير سيلز، ومع نهايه الامبولا دي بيطلع الروتس بتاعه الفيستيبولر نيرف زي ما احنا شايفين، او من الريسبتورز للفايبرز اللي بتكون الفيستيبولر نيرف. يبقى في عندنا اندولينفاتيك فلويد، في عندنا الامبولا، جوه الامبولا دي في الكوبيولا، والكوبيولا جواها الهير سيلز، والهير سيلز دي في نهايتها من تحت بتكون الفيستيبولر نيرف. ده شكل الامبولا ان ديتيلز اهو زي ما احنا شايفين. كوبيولا خلاص، الكوبيولا دي جواها الهير سيلز. الهير سيلز بقى مهم جدا، خليك دي نقطه غايه في الاهميه عشان نفهم الموضوع. الهير سيلز دي هتلاقيها متدرجه في الايه، في الطول زي ما احنا شايفين كده. اطول واحده فيهم خالص دي اسمها الكاينوسيليوم، يبقى دي كده اسمها الايه، الكاينوسيليوم. الصغيرين دول اسمهم الاستيريوسيليا خلاص. يبقى الكبار ماشي، الطويل خالص ده اسمه الكاينوسيليوم، الصغيرين دول اسمهم استيروسيليا تمام كده. وزي ما احنا شايفين من الهير سيلز بيطلع الافرنس بتاعة الفيستيبولر نيرف زي ما احنا شايفين الشكل دوت خلاص. طيب ال ايه قصة الهير سيلز دي عشان دي نقطة مهمة. بص يا سيدي، ايوه اهو هو ده التكوين زي ما احنا شايفين كده. الخلية كلها اهي ماشي، اللي فوق دي الهيرز بتاعتها، في عندنا زي ما احنا قلنا الكاينوسيليوم، والباقيين دول ستيروسيليا. الكاينوسيليوم دوت خلاص هو اللي معاه المفتاح، خليك مركز، الكاينوسيليوم هو اللي معاه المفتاح بتاع الهير سيلز خلاص. الستيروسيليا دول مساعدين ليه بس. تحت في عندنا جيتس او تشانلز خلاص، اللي بناء عليها يا تفتح يا تقفل عشان يحصل امبلس، او عشان يحصل في اكشن بوتنشال على مستوى الفيستيبولر افرنس. اوكي طيب، يبقى ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني زي ما احنا شايفين كده، زي ما قلنا دي سيمي سيركلر كانالز، واحده انتيريور خلاص، واحده بوستيريور، وواحده منهم ترانسفيرس خلاص، وكلهم بيتكونوا من نفس التكوين. الكوبيولا بتاعت الامبولا دي عامله زي الشعب المرجانيه بالظبط، خليك فاكر الشعب المرجانيه خلاص. طيب وانس ان انت بيحصل وقت ما بيحصل هيد تيرن،
المفروض لو احنا بنتكلم على انه ده الدايركشن بتاع الهيد او البودي تيرن، خلاص الهيد موفمنت او البودي موفمنت، المفروض انه السيمي سيركلر كانال كلها تتحرك مع البودي في نفس الاتجاه، لكن الفلويد اللي جوه اللي هو الاندولينف بيبقى ليه حاجه اسمها الانرشيا. الانرشيا دي بتخلي الفلويد في الاول يتجه في عكس اتجاه الحركه. هات ازازه في البيت نصها فاضي ونصها مليان، خلاص تمام، وحطها بالعرض وابدا حرك الازازه نفسها ناحيه الشمال مثلا، هتلاقي الفلويد بيتحرك الاول ناحيه اليمين. فالفلويد لما يتحرك الاول ناحيه اليمين ياخد الكوبولا في هذا الاتجاه وياخد الهير سيلز معاها في هذا الاتجاه، تمام كده. خلينا بس دي نقطه مهمه جدا، انه الاندولينف بيتحرك في عكس اتجاه الحركه، في عكس اتجاه الحركه، ودي نقطه مهمه جدا. خلاص يبقى الاندولينف بيتحرك في عكس اتجاه الحركه اهو، زي ما احنا شايفين اذا كانت حركه الجسم كده فالاندولينف بيتحرك الاول في عكس اتجاه الايه الحركه. دي نقطه غايه في الاهميه. طيب هو اصلا لما بيتحرك في عكس اتجاه الحركه او في ضد الحركه ايه اللي بيحصل؟ بص يا سيدي، ده كده الوضع المستقر زي ما احنا عارفين، اللي هو الكاينوسيليوم كده، الاستيريوسيليا كده، دي الخليه، وقلنا في جيتس هنا موجوده تحت اهمهم اللي متعلق بالفيستيبولر افرنت، فدي كده الريستنج اكتيفيتي. خلاص طيب في ميزه مهمه جدا 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 في الجزء ده، في النقطة ديت اللي هو متعلق بحركة الهير سيلز. حركة الهير سيلز كل ما كانت حركة الهير سيلز ناحية الكاينوسيليوم، خلاص تمام، ده كان ستيميوليشن، يعني يحصل ديبولاريزيشن، الشانل تفتح خلاص ويحصل ديبولاريزيشن ناحية الكاينوسيليوم. لو كانت الحركة في عكس اتجاه الكاينوسيليوم، يعني بعيد عن الكاينوسيليوم، بعيد عن الكاينوسيليوم، خلاص يبقى كده يحصل هايبر بولاريزيشن، يعني يحصل سيسيشن للستيميوليشن. خليك فاكر الصورتين دول كويس جدا، لان معلش انا مضطر دلوقتي اني اسيبكم وبعدين هنكمل في مره تانية. كل ما كانت الحركه في اتجاه الكاينوسيليوم كل ما حصل ديبولاريزيشن وحصل ستيمولس، كل ما كانت الحركه بعكس اتجاه الكاينوسيليوم يعني ناحيه الاستيروسيليا كل ما كان ده هايبر بولاريزيشن وبدا يحصل انهيبيشن. اشكركم وان شاء الله نكمل، معلش عذرا الارتباط بمواعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.